بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. النهاردة إن شاء الله معانا مجموعة من أخبار التعليم. الخبر الأول بيقول بحد أدنى 80% جامعة الأهرام الكندية تعلن عن استمرار قبول بكلية الهندسة للطلاب الجدد. طبعا ده الخبر الأول، يعني لسه أماكن شاغرة في كلية الهندسة جامعة الأهرام الكندية. والخبر الثاني للطلاب الوافدين الجدد كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة للدراسة في مصر. والخبر الثالث معانا النظام الجديد لتقييم طلاب صفوف النقل بالمدارس في 4 معلومات. ومعانا خبر التعليم العالي تكشف حقيقة إلغاء الأنشطة الطلابية بالجامعات. والخبر الأخير معانا تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس، وهو يتصدر بيان مجلس الوزراء. أعلنت جامعة الأهرام الكندية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن استمرار القبول بكلية الهندسة للطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد 2020-2021 لحين اكتمال الأعداد المقررة. وأوضحت الجامعة البرامج المتاحة: الهندسة الكهربية شعبة هندسة الإلكترونيات والاتصالات، الهندسة الكهربية شعبة القوى الكهربية والتحكم، الهندسة الكهربية شعبة هندسة الحاسبات، الهندسة المعمارية، هندسة التشييد والبناء، الهندسة الميكانيكية شعبة هندسة القوى الميكانيكية، الهندسة الميكانيكية شعبة هندسة التصميم والإنتاج، الهندسة الميكانيكية شعبة هندسة الميكترونيكس. وكشفت الجامعة عن شروط القبول بكلية الهندسة جامعة الأهرام الكندية على أن يكون طلاب الثانوية العامة لشعبة الرياضيات العلمية بحد أدنى 80%. وأكدت أن طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بشرط استيفاء الشروط الأوراق المطلوبة: أصل شهادة الثانوية العامة، أصل شهادة الميلاد، صور شخصية 6 صور، استمارة 2 جند بنين. طبعا بالنسبة للطلاب الوافدين الجدد كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة للدراسة في مصر. أعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات جديدة للطلاب الراغبين في التقدم أو استكمال الأوراق للدراسة في مصر، حيث يمكنهم إرسال الأوراق والمستندات التالية من خلال البريد لإدارة مبادرة أدرس في مصر. أوضحت الإدارة أن الأوراق المطلوبة من الطلاب الوافدين: أصل شهادة الثانوية موثقة ومصدقة من السفارة المصرية، صورة جواز السفر يكون ساري، صورة شهادة الميلاد، عدد 7 صور شخصية مقاس 4×6 سنتيمتر، 5 سداد المبلغ المستحق المثبت بالترشيح المبدئي، خدمات التنسيق زائد حداثة المؤهل. كما أشارت إلى أن طريق الدفع أو أن طرق الدفع إلكترونيا من صفحة التقديم، اضغط على Free Pay هتنتقل لصفحة الدفع واللي فيها هتختار ماستر كارد أو فيزا، تتبع خطوات ملء البيانات. النظام الجديد لتقييم طلاب صفوف النقل بالمدارس في 4 معلومات. كشفت وزارة التربية والتعليم عن ملامح الأسلوب الجديد الذي سيتم تطبيقه لأول مرة بشأن تقييم صفوف النقل بالمدارس، والذي يشهد تغييرا جذريا وفقا للخريطة الجديدة للتعليم، وتتلخص في الآتي: يتم تقييم الطالب بشكل أسبوعي من قبل المختصين بالمدرسة، الحصص التي سوف يحضرها الطالب داخل المدرسة تعتمد في الأساس على التطبيق الذي يدرسه الطالب في التعليم عن بعد والمتمثل في القنوات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية. 3، سوف يتم تطبيق نظام التقييم الجديد برمته على المدارس الخاصة بنفس الإجراءات المتبعة في المدارس الحكومية.
تقوم كل مدرسة بتوزيع الحضور الفعلي للصفوف الدراسية على أيام الأسبوع بهدف تقليل أعداد الطلاب ليقتصر الحضور على يومين فقط لكل فصل دراسي. المتابعة المستمرة لليوم الدراسي من قبل المعلمين في الجزء الإلكتروني. الوزارة تتابع الجزء الخاص بالحضور في المدارس لجميع الصفوف الدراسية. وأوضحت الوزارة أنه لن يتم ترك أي طالب دون تعليم حقيقي وفقاً للنظام الجديد، ودعت أولياء الأمور إلى التعاون مع إدارات المدارس لنجاح المنظومة، لا سيما أن عمليات تقييم صفوف النقل سوف تكون بشكل متواصل لقياس مستوى التحصيل عند الطلاب، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لليوم الدراسي من قبل المعلمين في الجزء الإلكتروني. أما الوزارة فسوف تتابع الجزء الخاص بالحضور في المدارس لجميع الصفوف الدراسية. وأشارت الوزارة أن شرح المناهج سوف يتوافر على منصات البث المباشر للحصص الافتراضية والمنصة الإلكترونية. وأكدت الوزارة أن الدروس الخصوصية خارج حساباتها تماماً في النظام الجديد، وسوف تكون مجموعات التقوية بالمدارس هي بمثابة مصدر مهم للتعليم، خاصة لطلاب المدارس النائية وكذا لطلاب المدارس الذين لا تتوافر لديهم وسائل إلكترونية أو تكنولوجية ولا يمكنهم الوصول إلى المنصات الإلكترونية. بالنسبة لطلاب التعليم العالي والجامعات، تكشف حقيقة إلغاء الأنشطة الطلابية بالجامعات. كشف مركز المعلومات بمجلس الوزراء عن الأخبار المتداولة بشأن إلغاء الأنشطة الطلابية بكافة الجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020-2021. وتواصل مركز المعلومات مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الأخبار المتداولة عن إلغاء الأنشطة الطلابية بكافة الجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020-2021، وأكدت الوزارة أنه سيتم استحداث بعض الأساليب الجديدة في تنفيذ الأنشطة الطلابية من خلال برامج السوشيال ميديا والألعاب والمنافسات الإلكترونية خلال العام الجامعي الجديد. وفيما يتعلق بالأنشطة الرياضية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة التي تتطلب حضوراً فعلياً للطلاب، سيتم تفعيلها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا. بالنسبة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس، يتصدر بيان مجلس الوزراء. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس، موضحة أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً، والمقرر أن تبدأ في 17 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن نظام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد سيعتمد على الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد، تماشياً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.